بحث عميد بلدية درنا أحمد تربح مع عامر مجموعة عمليات عمر المختار لواء سالم الرفادي خلال اجتماع أوضاع الإنسانية في مدينة درنا. هذا وتم خلال الاجتماع الاتفاق على دخول غزة الطهي للمدينة بعد انقطاع دام لسنوات، وذلك بعد الحصول على الإذن من أمر مجموعة عمليات عمر المختار. وأضاف تربح أن دخول غزة الطهي لمدينة درنا يساهم في تحسين الأوضاع الخدمية وتخفيف العبء على المواطن من مشق التنقل والسفر للمناطق المجاورة للحصول على الغاز، مشيرا إلى أن غاز الطهي سيتم إدخاله في اليومين القادمين بعد الاتفاق مع أصحاب التشاركيات لضمان وصوله إلى مستحقه.